فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعضهم أولياء بعض، هذه صفة صفاتهم، أن بعضهم يتولى بعضا بالمحبة والنصرة والتعاون والمشاركة في الآمال والآلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعضهم أولياء بعض، هذه صفة. الصفة الثانية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقون فهم بالعكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمعروف المراد به كل ما أمر الله به، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر كل ما نهى الله عنه، سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر. يأمرون بالمعروف، فهم يأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله، وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم دعائم الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في الحقيقة داخل في قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض، لأن من موجب الولاية فيما بينهم أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، لأنهم يحرصون على ما ينفع الجميع ويتجنبون ما يضر الجميع، ولا يقتصر أحدهم على نفسه فقط، وإنما يحرص على ما ينفع إخوانه ويدفع الضرر عنهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفات المؤمنين. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من صفات المنافقين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، هذا من صفاتهم، أنهم يحرصون على إقامة الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها، ما لم يقل يصلون بل قال يقيمون الصلاة، لأن المقصود إقامة الصلاة، وذلك بأن يؤتى بها قائمة على أركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها، هذا هو المقصود من الصلاة، أنهم يقيمونها كما أمر الله جل وعلا بذلك، وليس المقصود مجرد الركوع والسجود والقيام والقعود. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة، فمن علامة الإيمان أنهم يؤتون الزكاة، من صفات المؤمنين، بمعنى أنهم يدفعون زكاة أموالهم التي أوجبها الله عليهم حقا للسائل والمحروم. وأولئك المنافقون على العكس، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله فيهم: ويقبضون أيديهم، يعني عن النفقة. أما المؤمنون فإنهم يبسطون أيديهم بالنفقة في طاعة الله، لا سيما إخراج الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، هذا تعميم بعد تخصيص، فيطيعون الله فيما أمر، ويطيعون رسوله فيما أمرهم، ويتركون ما نهى الله عنه ورسوله. هذه صفات أهل الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر جزاءهم، قال: أولئك سيرحمهم الله، لأنهم أتوا بأسباب الرحمة، أتوا بأسباب الرحمة، فالله وعدهم بالرحمة، فالله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، فإذا قاموا بهذه الصفات فإنهم جاءوا بأسباب الرحمة، والله وعدهم بذلك، والله لا يخلف وعده. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز يعني قوي حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الثواب في من يستحقه، ويضع العقاب في من يستحقه،
ولا يعذب من لا يستحق العذاب ولا يثيب من لا يستحق الثواب، بل هو يضع الأمور في مواضعها. نعم، فأولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وأيضا هو عزيز لا يعجزه شيء، فإن بعض الناس أو بعض الخلق وإن أراد أن يعمل شيئا لكنه قد يعجز، أما الله جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء.